المفروض كده ان الريكورد ابتدى وشير السكرين قدامكم، صح كده؟ طيب الشابتر اللي بعده بقى اللي هو الفيتس اند التولرنس. قلنا المره اللي فاتت ان احنا عندنا تو شابترز محتاجين نعمل بيهم ابديت لشويه المفاهيم اللي عندنا اللي خدناها من مواد الرسم، سواء كان الرسم بتاع فريشمان او الرسم بتاع سوفومور، عشان الرسمه اللي ساعدتك هترسمها تنفع انها تدخل في فايل اسمه تصميم بورت. فالمفروض المره اللي فاتت الشرح واللينك كانوا بيغطوا الشابتر الاولاني بتاع هاو تو ابلاي المانيفاكتشرنج كونسيدريشن على الرسمه بتاعتك وبتابلاي امتى وايه الاسباب. الشابتر الثاني اللي احنا عايزين نتكلم فيه برضو اللي ماشي في نفس التراك اللي هو الشابتر بتاع الفيتس اند التولرنس. هنبتدي بمقدمة كده. ايه القصة بقى بتاعت الفيتس دي؟ عندي البداية كده، عندي جسمين راكبين مع بعض ليهم نفس النومينال سايز، عند علاقة بين جسمين راكبين مع بعض ليهم نفس النومينال سايز. زي ايه؟ زي اللي انت كنت بتعمله. يعني انت كنت الترم اللي فات كنت بتدور، والله عندي عمود الفايل بتاعته 20 وعندي هول الفايل بتاعتها 20، فكنت بتركبهم في بعض. اللي يعني انت بتعمله كنت بتعمل ايه؟ كنت بتركبهم في بعض، طول عمود 20 وهول 20 ركبهم في بعض. ايوه ركبهم في بعض، دي كويس قوي. احنا بنقول نسال نفسنا السؤال بقى، الفايل 20 دي بتخص مين؟ قال لك الفايل 20 دي بتخص العمود، صح، والفايل 20 دي بتخص الهول، صح. بقى عندنا علاقة فيت، طالما ليهم نفس البعد. طالما نفس البعد بيوصف حاجتين، طالما نفس البعد بيوصف حاجتين برضو. يعني ايه علاقة فيت؟ قال لك هو الموضوع مش 20 قوي يعني. قال لك امال ايه يعني؟ قال لك اما تلاقي 20 دي بتخص العمود وبتخص الهول على سبيل المثال، ده معناها ان انت عندك علاقة فت، والفت عندنا ثلاث انواع. النوع الاولاني بيقولوا عليه كليرنس فت. الكليرنس فت معناها خلوص. يعني ايه خلوص؟ اكتشوالي الهول اكبر من العمود، ولكن الفرق صغير قوي. يعني ايه؟ يعني انا لو جيت دي وكبرتها كده اكتشوالي في فرق، ادي العمود ودي الهول، بس المشكلة ان الفرق ده بيبقى ودين مايكرون. فكل ما اجي اروح للراجل اقول له ارسم لي خطين، الخط الاحمر بيبعد عن الخط الازرق والفرق ما بينهم 1/10 ملي، يا سيدي بلاش مايكرون، 2/10 ملي، يجي اخد الخط الازرق ويبعد عنه 1/10 ولا 2/10 دول ويجي الخط الاحمر، يلاقوا الخطين لازقين في بعض. يعني ايه يلاقي خطين لازقين في بعض؟ يعني ما فيش الفراغ ده، الجاب ده مش موجود. ليه يا عم؟
لك ده انت على الاقل بترسم بقلم سنون السن نص ملي، على الاقل ترسم بقلم سنون السن نص ملي. طب والحل ايه بقى؟ انا هرسمهم خط واحد وهيبقى وهنقول عليه هنفت، وانت هتبقى فاهم ان هي هتبقى كليرنس فت. في احتمال تاني بس بفكرك وبفكر نفسي ان الكليرنس فت دي معناها ان السايز بتاع الهول اكبر من السايز بتاع الشفت. في عندي نوع تاني عندي نوع تاني اللي هم بيقولوا عليه interference fit. الموضوع قلب بقى، قلب ازاي يعني؟ الاحمر اهو والازرق اهو، عايز اقول ايه؟ عايز اقول ان السايز بتاع الشافت اكبر من السايز بتاع الهول، عشان كده بيقولوا على الانترفيرنس فيت ده شاحت. وكمن برضو الفرق بيبقى قليل، فمش عارف يعمل الخطين ان المسافة ما بينهم مايكرون، او عشان نكبر 1 من 10 او 2 من 10 فبيرسم الخطين والخطين بيلزقوا. يعني عايز اقول ان اكتشوالي الهول اهي او العمود اهو والسايز اهو والهول اهي. حلو. تفهم بقى لما تلاقي الموضوع كده بقى ان الاسامبلي والديس اسامبلي سهل ولا صعب في انترفيرنس؟ لا بيكون صعب. ايه رايك؟ سهل ولا صعب في الانترفيرنس؟ أكيد صعب، أكيد صعب. طيب هو مين بقى اللي هيقول انها كليرنس فيت ولا انترفيرنس فيت؟ قالك ما انت مش واخد بالك بقى من حاجه، بس ساعتها ما احنا مش هنكتبها فاي 20 كده ونمشي. امال هتكتبها ازاي؟ قالك احنا هنكتبها فاي 20 كده ونلزق جنبيها حرفين، يا حرف كابيتال على سمول ويا حرف سمول على كابيتال. طب الحرف الكابيتال على سمول او الحرف السمول على كابيتال دوت هنفهم منه ايه؟ هنفهم منه ايه نوع الفت؟ كليرانس فت يعني السايز بتاع الهول اكبر من السايز بتاع الشافت، ولا انترفيرنس فت ان السايز بتاع الشافت اكبر من السايز بتاع الهول؟ طيب وانت ما هتفهم يعني هيحصل ايه؟ انت مين؟ انا مهندس الورش. طب ايه مشكلة مهندس الورش؟ مش مهندس الورش يبقى مسؤول عن التجميع. طب في مشكلة في التجميع، تيجي تجمع حاجة كليرنس فيت عندك مشكلة في التجميع؟ طب يبقى عندك حاجة انترفيرنس فيت عندك مشكلة في التجميع؟ الانترفيرنس هيبقى اصعب شويه في التجميع، بس اجمع يعني الانترفيرنس رسمي اصعب. طب انت يا سيدي عرفت انه انترفيرنس، طب وعايز تعمل ايه بقى؟ قال لك ما انا عايز اعرف انه انترفيرنس عشان عايز افكر هجمعه ازاي. ده في 3 خطوات للتجميع الانترفيرنس. تبتدي لو الفرق كان قليل قوي، لو الفرق كان انا عندي العمود اهو خلينا في الهول الاول، ادي الهول اهي
العمود اهي، ايه بقى؟ قال لك والله لو انا بتكلم في ده كده، قال لك انا ممكن اول حاجه خالص او الفرق قليل بجيب هامر كده وبروح جايب الهامر كده اكيد حاجه كده شاكوش على خفيف كده، واروح جاي عمال ايه وعمال ادقدق عليه. نافع نافع؟ لا مش نافع. اروح حاطط تحت مكبس، يعني ساعتها يبقى ده كده، ده الوش بتاع المكبس. يبقى المرة الأزرق دي بحاول أجمعها في الأحمر بالدقدقة كده على خفيف، لأ مش قادر، رحت جاي حاططهم تحت مكبس ورحت كابس. في حل تالت؟ آه، لا دقدقة بقى ولا مكبس لأن الفرق كبير. طب ساعتها تعمل ايه؟ قال لك انت ممكن تعمل هيتنج او كولينج. هيتنج لمين؟ للضيق. او كولينج لمين؟ للواسع. يبقى ساعتها انا عندي حاجه اسمها دلتا ديامتر تساوي الفا في دي نود في دلتا تي اللي انت خدتها قبل كده، دلتا ال بتساوي الفا في دي نود في دلتا تي. ايه الديامتر قبل ما تسخن او قبل ما تبرد؟ دي نود. فرق درجات الحراره، هتسخن قد ايه او هتبرد قد ايه عن الجو المحيط؟ دلتا تي. طب ايه الالفا؟ كوفيشنت اوف لينير اكسبانشن. طب ايه الالفا؟ كوفيشنت اوف لينير اكسبانشن. يبقى انت عرفت كميه الحراره اللي انت ناوي تديها عشان يا دوبك تخلي الهول اوسع سنه من العمود. اول ما تخلي الهول بتاعتك اوسع سنه من العمود، الاسمبلي هيبقى سهل ولا الاسمبلي هيبقى صعب؟ هيبقى سهل. هيبقى كأننا هيبقى سهل. هيبقى سهل. يبقى الراجل بقى الحرفين دول قالوا له مهندس الورشة انت انترفيرنس، وقالوا له عايز هيتنج لازم يعمل حسابه الفرن فاضي ولا مش فاضي، عايز مكبس. طب هو المكبس التانج بتاعته قد ايه؟ هنعمل على المكبس اللي عندنا ولا هروح عند مكبس جارنا؟ لا 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 لا، ده الموضوع محتاج هامرنج، ده الموضوع محتاج هامرنج وهامر كده ودقدقه والدنيا هتمشي. كل ده مين اللي قاله؟ الحرفين الكابيتال على السمول او السمول على كابيتال، وهنشوف الدنيا هتمشي ايه ازاي، مين فيهم يعني اني كابيتال واني سمول. اخر نوع بقى من الفت ترانزيشن فيت. ترانزيشن فيت لو الحرفين هيوديني ان هم ترانزيشن فيت، في داخلهم في ثلاث احتمالات ترانزيشن فيت، ثلاث احتمالات. الاحتمال الاولاني ان الاتش اكبر من الاس. الاحتمال الثاني ان الاس اكبر من الاتش. الاحتمال الثالث ان هما بيساووا بعض تماما، ان هما بيساووا بعض تماما. يبقى دول الثلاث احتمالات اللي موجودين. يبقى دول الثلاث احتمالات اللي موجودين في الترانزيشن. الترانزيشن عشان يضايقك ولا يضايقك ولا اي حاجه، يعني وحرام ونوع من الانواع الكويسه اللي احنا يعني ده نوع
من الانواع الكويسه اللي احنا بنشتغل عليها. هنشوف بقى الفايده بتاعته وبيعمل ايه والحاجات ديت في الفيت، هل هستبعده ده واخد كل حاجه، ده واخد اما تبقى الهول ممكن تبقى الهول اكبر من الشفط، وممكن كمان تبقى الشفط اكبر من الهول، وممكن كمان الاثنين يكونوا بيساووا بعض بالظبط، واخد كل ده اه هيبقى ليها لازمه، اه هنشوف هيبقى ليها لازمه وشكلها عامله ازاي وهكذا، نشوف هيبقى ليها لازمه وشكلها عامله ازاي وهكذا. ده البدايه الاولانيه بتاع تعريف نص العنوان كمقدمه كده، اللي هو العنوان بتاع الفيتس. مفهوم يا ولاد؟ أنا صوت قلت ممكن تسأل معك. نعم؟ ممكن تسأل؟ تفضل. ليه الانترفيرنس يعني ما نعملش ماشينينج للعمود يعني؟ ساعتها نوصل منه للكليرنس أو ترانزيشن. لا مش سامعك بتقول ايه. بسأل حضرتك يعني ليه في الانترفيرنس يعني يعني بدل ما سخن وكده يعني في الحالة الثالثة ليه ما عملوش ماشينينج للعمود يعني؟ لا ما هو أنا محتاج القطر ده. يعني ممكن اركب على حاجه ثانيه من فوق مثلا يعني، انا محتاج القطر يفضل كده. لا 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 انا محتاج القطر يفضل كده عشان الابلكيشن هيتعمل بيه حاجه انا محتاجها تعمل كده. ما هو لو من الاول بقى، طب ما خلينا بقى ورايح دماغي، خلينا في الـ خلينا في الـ في الـ في الـ في الـ في, الـ في الكليرنس الاسمبلي بتاعه مش هيبقى في مشكله. اه تمام فهمت، شكرا دكتور. عفوا، لكن انا بالفعل انا عايزه، لكن انا بالفعل لو انت جيت تدور كده لا ده انا عايزه ان ابلكيشن، عايز اركب حاجتين والحاجات دول الحاجتين دول ما يفكوش من بعض في الابلكيشن. فلا انا محتاجه الراجل المصمم حطه عشان انا محتاجه معايا كده. حضرتك يا تمام دكتور، يبقى انا المفروض بقى السنه اللي فاتت يعني اتعلمت حته ناقصه. ايه الحته الناقصه اللي انا اتعلمتها؟ ان انا السنه اللي فاتت كنت دايما بشوف القطر ال 20 وبروح ادور على الفاي 20 واروح مجمعهم مع بعض، وكنت بكتفي ان انا بكتب 20 بس. لا ده انا المفروض كنت احط جنب منهم حرفين، الحرف دوت سمول على كابيتال او الحرف دوت كابيتال على سمول، عشان خاطر ابين الحاله بتاعتي سواء كانت انترفيرنس او سواء كانت انترفير كليرنس فيت او سواء كانت ترانزيشن فيت. مفهوم يا ولاد؟ مفهوم يا دكتور. انا عندي سؤال بس لو سمحت. اتفضل. هو انا دلوقتي يعني انا هتسال ازاي في الجزء ده؟ يعني هل مثلا هجيب لي هجيب لي مرتين في الامتحان وانا هكرر هو ده هنركبه انترفيرنس ولا احنا بقالنا المحاضره بقى لها 5 دقايق والفيتس والتولرنس بتاخد 4 ساعات شرح. ده رد عليك يعني، ده رد عليك. تمام اوكي. طيب ده العربي تولرنس يعني تجاوز، والتجاوز يعني خطأ. طب التجاوز حصل امتى؟ اثناء
تصنيع العامل لي دعوة بيه؟ لا. العامل لي دعوة بيه؟ لا. يعني ايه بقى الكلام ده؟ يعني والله عندي عقد كده وجيت قلت لك العمود ده انا عايز القطر بتاعه عندك النهاردة طريحة هتعمل لي 20 او هتعمل لي عمدان كتير قوي بحيث ان القطر بتاع سعادتك ده يوصل لفوق 20. ده كده فوق 20. عمال بقى العمود الاول العمود الثاني العمود الثالث العمود الرابع عمال تعمل العمدان وفي 20 في 20، ولكن مع الوقت بيحصل وير. باليد؟ لا، طالما سلام مهندس الورشه في القيمه بتاعت الفيد، في القيمه بتاعت الدبس اوف كات الالاوبل، في القيمه بتاعت السرعه، طب ما يحصل وير. قال لك لا، انت لو حصل وير يبقى انت بدل بتاكل بالنقطه دي هتاكل بالنقطه دي. اما تاكل بالنقطه دي بقى لسه الحكايه معاك في 20. لا ده شيل شويه. يبقى انا دلوقتي حلو 20 شويه دي، يبقى انا دلوقتي اول عمود لو انا جيت كتبتهم كده نزل لي شويه 20 20 20 وبعدين وانا بعد كده لقيت في كمان عندي 21 23. يعني هو جمع كل ده. لا دي الارقام اللي موجوده. طب انت كمان نفسك في ايه؟ انا كان نفسي في العشرين. طب اكبر عمود قسته كان كام؟ 23. يعني زايد عن العشرين بقد ايه؟ كم؟ 3.10. 3.10 ابنك ادي زائد 3.10 وقال عمود هو العشرين، يعني زايد عن العشرين بكام؟ بزيرو. يبقى انت اكن اما جينا كتبنا البعد بالشكل ده اللي احنا بنقول عليه توليريتد دايمنشن، بحيث ان العشرين اللي انت بتكلمني فيهم دول بنقول عليها نومينال تايم. البعد اللي نفسك فيه. طب والتلاتة من عشرة اليو تي ال. طب والرقم الثاني ال تي ال. ايه اليو تي ال؟ ابر توليرنس ليميت. ايه ال ال تي ال؟ لور توليرنس ليميت. ابر توليرنس ليميت والصغير ال تي ال لور توليرنس ليميت. وقت في كتب بيقولوا ان التوليرنس بيساوي اليو تي ال ماينس ال ال تي ال. اللي انا بس عايز اكد عليه فيه ان هو الراجل دلوقتي انت جاي النهارده بتعمل 1000 عمود، جيت قلت له وقف دلوقتي وانا عايز اقيس العمود اللي انت عايزه اللي انت عامله ده والعمود اللي انا عايزه عامله ده 20.1، لازم تجيبوا لي 20.1. ما يضمنهاش. امال ايه؟ هي ان رينج ولا اوت اوف رينج؟ طب ايه الرينج بتاعك اللي انت كاتبه له؟ انا كاتب له من 20 زائد 0 ال 20 زائد 3. يبقى هو المفروض ان هو هيبقى خراط كويس لو ان رينج، خراط مش كويس لو اوت اوف رينج. هو ما يقدرش يحدد هي في الاخر هي ان رينج ولا اوت اوف رينج. هي في الاخر هي ان رينج ولا اوت اوف رينج. هو ده اللي احنا ايه ما
ده احنا بنتكلم فيه، والكلام ده مش موجود هنا بس. هو برضه عنده اهو مهول عمود اهو او الثقب بقى قطر ده، وعندك 1 2 3 4 هول عايزين يتعملوا، فانت سعادتك طالع ونازل لتعمل الطوق. ايه اللي حصل؟ وير برضه داوي يبقى سعادتك الطوب اللي هتعملها تعملها بالكترول اللي جوه. طب انت اول هول كنت مطلعها كام؟ والله انا كنت مطلع اول هول فاي 20 فاي 20 فاي 20. طب وبعد كده قلت تسعتاشر وتمانين عشر. تعالى نكتبها بالطريقة اللي احنا متعودين عليه. انت كان نفسك في كام؟ الفاي 20 اكبر قطر جه كام؟ كام؟ زير. وقال له قطر كام؟ طب انا جبت 2 من 10 من ناقص 2 من 10 يبقى قالب به ت التولرنس خطأ ناتج من عملية التصنيع. مفيش ألم بيلزق في شغلانة بيطلع منها رايش غير ما يحصل في وير. مفيش ألم بيلزق في شغلانة عشان يطلع منها رايش لازم يحصل في وير، مفيش حل يعني. طيب الوير دوت بقى لو العامل سمع كلام مهندس الورشة بيستخدم التول ماتيريال مظبوط، بيستخدم الدبس اوف كات مظبوط، الفيد مظبوط، السرعه مظبوطه، يبقى المفروض ان الوير دوت يبقى هينتج عنه التولرانس اللي الديزاينر كاتبه له. ايه الديزاينر كاتبه له ده؟ 20 زائد 0 زائد 3 من 10 20 ناقص 2 من 10 ده جداول اللي هتقول كده. طب لو طلع اكتر من كده معنى كده بقى ايه؟ ان في مشاكل عند العامل نفسه. بعد كده معنى كده ان في مشاكل عند العامل نفسه. مفهوم يا ولاد؟ تمام. الربط ما بينهم بقى زبل لو انا عندي شفت فاي 20 زائد 1 ناقص 1 وعندي هول فاي 20 زائد 4 زائد 2 الرينج بتاع العمود ده من كام لكام؟ والرينج بتاع الهول ده من كام لكام؟ اتوقع
وقفت من 19 ل 21. ده من 21 ل 19. التاني المفروض من كام لكام؟ 22 ل 24. 24 ونص. 24 الكلام ده معناه ايه؟ يعني انت لو عامل 1000 عمود جم مكتوب على الكرتونه من بره فهي 20 زائد 1 ناقص 1، وعملت 1000 هول مكتوب على الكرتونه من بره فهي 20 زائد 4 زائد 2. لو انا خدت اي عمود بشكل راندوم وخدت اي هول بشكل راندوم وركبتهم جوه بعض الحاله بتاعتي تبقى حاله كليرنس فيت ولا حاله انترفيرنس فيت؟ كليرنس. كليرنس. ايه ده ايه ده ايه ده؟ هو العمود والهول دوت فيت؟ ايوه فيت. ليه؟ هو ليهم نفس النومينال سايز. ايه النومينال سايز بتاعي ده؟ النومينال سايز اللي هو ال 20. طب ما طالما ليهم نفس النومينال سايز ده بقى ما تريحني وتريح نفسك. قال لك طلع ال 20 بره اللعبه. ولا تعمل ايه؟ قال لك والله ده انا اروح اعمل لك شرط لطيفه كده بالتولرنس فقط. بالتولرنس فقط يعني العمود او الهول زائد 2 زائد 4. خلاص رحت جاي اعمل كده اهو زائد 2، طبعا اللي فوق زائد واللي تحت ناقص، زائد 2 ده 2 ده 4. مكتوب على ديهور شفت بقى زائد 1 اهي زائد 1 اهو ناقص 1 ناقص 1 اهي اكتب على دي شفت. واضح ان التوليرانس بتاع الهول ابعد من الزيرو عن التوليرانس بتاع الشفت. معنى كده ان الهول اكبر من الشفت. معنى كده ان الحالة حالة كليرنس فت. يحدد نوع الفت مش الفاي 20. مين اللي حدد نوع الفت مش الفاي 20؟ اللي حدد نوع الفت التولرنس اللي موجود على العمود وانت بتصنعه، التولرنس اللي موجود على الهول وانت بتصنعها. فلو كان التولرنس اللي موجود هنا او التولرنس اللي موجود هنا بالارقام اللي هي موجوده عندك ويبقى عندك حالة كليرنس فيت. الراجل العامل بقى يبقى فرحان وهو بيجمع ولا يبقى متضايق وهو بيجمع؟ يبقى تمام مش هيبقى متضايق. نعم هيبقى تمام هيجمع بسهولة. هيبقى تمام ما عندوش مشكلة. هيبقى القضية كلها ايه؟ ما عندوش مشكلة، مش محتاج مشاكل، مش محتاج يسخن، مش محتاج يتدرب، مش حاجات كتير قوي. طيب الفرق ده ما بين ايه وايه بقى؟ ماكسيمم ومينيموم. ماكسيموم ايه ومينيموم ايه؟ ماكسيموم هول ومينيموم شفت. بتمد ايدك جبت لي باي لك اكبر هول، بتمد ايدك جبت لي باي لك اقل شفت، ركبت الاثنين مع بعض دول. الحاله اللي بنركب فيها اكبر هول مع اقل شفت طالما الحاله كليرنس فيت دي اللي احنا بنسميها الماكسيمم
كليرنس. يبقى في حالة الكليرنس فيت امتى تحقق الماكسيمم كليرنس؟ ماكسيمم هول مع اقل شافت والعكس. يعني ايه والعكس؟ لو احنا جينا كده اهو وصلنا ما بين دول، ايه الحالة دي عندك؟ اقل هول مع الماكسيموم شفت، يبقى ده مينيموم كده، وده باي لك. انت باي لك جه تحت ايدك مينيموم هول، وباي لك جه تحت ايدك الماكسيموم شفت. وخد بالك بقى ان الكليرنس زي ما انت سعادتك عارف بنحط الكبير الاول. هو احنا قلنا ان الكليرنس مين الكبير، الهول ولا الشفت؟ الهول بتواجهه الهول. يبقى انت دلوقتي هتقول لي هول ماينس شفت، يبقى لما تيجي تقول لي بقى الماكسيمم كليرنس بتساوي كام؟ ماكسيمم هول ناقص المينيمم شفت، يعني الرقم قدامك دوت يساوي كام؟ 5. خمسة. المينيمم كليرنس اللي موجود عندك بيساوي كام؟ 1. 1. يبقى ده الرينج بتاعك بتاع الماكسيمم كليرنس، يبقى ده الرينج بتاعك بتاع الماكسيمم كليرنس. معايا يا ولاد؟ يا دكتور ممكن تسأل، معلش يا دكتور، اتفضل. هو ده اكزامبل للفهم ولا الارقام دي فعلا ممكن يعني الاقيها كده؟ 5 مللي ده كده لا عادي؟ لا لا، هو لا لا لا، ده اكزامبل للفهم. شكرا. معايا يا ولاد؟ طب معلش ممكن تسأل تاني يا دكتور؟ اتفضل. وحرام، احنا قلنا اللي هو يعني سبب الوير، فالمفروض ان الديامتر بتاع الهول مع الوقت يعني في التصنيع يقل، هو ازاي طالع معايا بوست ب2 وبوست ب4؟ ولا ده ليها اسباب تانية؟ لا لا، انا مدي لك، لا لا لا، انا مدي لك ارقام كبيرة واضحة عشان تفهم الكونسبت، وبعد كده ندخل نشوف احنا الارقام دي بنجيبها منين. ده ليه اسباب تانية غير الوير يعني؟ لا 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 لا، انا كاتب ارقام عشان تفهم، يعني انا كاتب لك ارقام بعيده 20 زائد 14 حضرتك، هو مش المفروض كنا زائد 2، انا مدي لك ارقام بعيده عشان تفهم. في اسباب اخرى ممكن تفضل. حضرتك سامعني يا دكتور؟ اتفضل. اطش شويه. كنت بقول لحضرتك يعني مش المفروض ان يعني الدايمتر بيقل يعني مثلا من 20، يبقى نكتب ماينس مثلا ماينس 1 ماينس 2 ولا هي كده عادي تحصل يعني؟ حضرتك سامعني؟ يا دكتور او صوت فتره وصل يا جماعه ولا ده عندي بس؟ لا الصوت فصل. شكرا.
معايا يا ولاد؟ طب الحمد لله فتحت اهي، هذه البداية خلص اهي، ادي الكليرانس فيت، السلايد فتحت قدامكو. كليرانس فيت انا عندي العمود اكبر شوية من الهول، يبقى في جاب كده ما بينهم، قلت الجاب ديت بتبقى قليلة 1/10 2/10، فتيجي ترسم الخطين يلاقي ما فيش جاب ما بينهم، لان الخط اللي انت بترسم بيه نص ملي، فتلاقي الخط بتاعك بيتخن وخلاص. When internal member size is, اللي هو العمود is smaller than the external member size الانترفيرنس فيت، ده العمود اكبر، ركب مفيش لا جاب ولا بتاع، مشاكل الانترفيرنس هنا تبقى كبيره في التجميع. طب ده بيجي لك امتى؟ وان ذا انترنال ممبر سايز از لارجر ذان ذا اكسترنال ممبر سايز. الترانزيشن فيت ثلاث حالات، الحاله الاولانيه زي الكليرنس ممكن تبقى الهول اكبر، الحاله الثانيه زي الانترفيرنس ممكن تبقى العمود اكبر، الحاله الثالثه ان هم يبقوا قد بعض تماما، الحاله الثالثه ان هم يبقوا قد بعض تماما. لو هم بقوا قد بعض تماما خلاص ولا عندي جاب ولا عندي حاجه. ده الايه؟ ده البدايه، او دي الحته اللي احنا محتاجين ايه؟ دي الحته اللي احنا محتاجين نوصل لها. مفهوم لغايه كده يا ولاد؟ وقتها يعني العمود هيخش عليا من غير ما يعني من غير ما ادق عليه باي حاجه يعني؟ اللي هو ايه؟ حاله الترانزيشن والنو جاب. لا، الترانزيشن النو جاب دي مش كليرنس ومش انترفيرنس، مش عمود اكبر من هول ومش هول اكبر من عمود. تمام، شكرا. لان تعريف الكليرنس هول اكبر من عمود، تعريف الانترفيرنس عمود اكبر من هول، الحالة دي هما الاثنين قد بعض. فهو لا تعريف، لا حقق تعريف الانترفيرنس ولا حقق تعريف الكليرنس. معايا؟ بحرك ايوه الحمد لله. يبقى دلوقتي انا عندي جسمين ليهم نفس النومينال سايز، مين اللي هيديلك نوع الفت؟ مش النومينال سايز ضفيع 20 وضفيع 20، اللي هيديلك نوع الفت التوليرانس اللي ناتج من التصنيع اللي موجود على كل واحد فيهم. وهنشوف في التوليرانس ده ايه علاقته بالزيرو توليرانس لاين. لو الهول كانت ابعد التوليرانس بتاعها كان اكبر، خلاص يبقى الهول اكبر، يبقى بقت الحاله بتاعتي حاله كليرنس فيت. لو الهول كانت اقل معنى كده ان الشافت اكبر، خلاص بقت الحاله بتاعتي حاله انترفيرنس فيت، وهكذا. الكلام ده يبان فين؟ الكلام ده اهو كليرنس كيس. شفت مفتوحة دلوقتي برزنتيشن أو سهل يا رب. 183
مش عارف ولا. بسم الله. تفتح هجرب حاجة كده وارجع لكم تاني يا ولد. شير سكرين كتابهم كده يا ولد. تمام كده معايا يا ولد. بحرك دكتور. تمام. طب ادي الكليرنس كيس بتاعتنا، وده خط زيرو، فده ال UTL بتاع الهول، وده ال LTL بتاع الهول. بقى من هنا بقى دي هول ماكسيمم ودي هول مينيمم، يعني اكن دوت التولرانس بتاعك من الزيرو ادي الاتش. العمود بقى في النيجاتيف، فده بقى هيبقى بالنسبه لك اليو تي ال بتاع العمود. من هنا بقى دي شفت ماكسيمم اهي، وده ال تي ال بتاع العمود بقى دي شفت مينيمم. احنا قلنا الماكسيمم كليرنس ما بين مين ومين؟ ها
ماكسيموم كليرنس يو تي ال الشافت واليو تي ال الدهو اللي هي دي ماكسيموم كليرنس ده ما بين مين ومين ال ال تي ال ماكسيموم ايوه واليو تي ال بتاعت الهول اللي هي الماكسيموم كليرنس يساوي الماكسيموم هول ناقص المينيموم شفت. طب والمينيموم كليرنس اللي هي المسافه دي اللي هي اتحققت ازاي بقى مينيموم هول ماينس ماكسيموم شفت اتحققت مينيموم هول ماينس ماكسيموم شفت. لو رحنا للانترفيرس مين اللي ابعد عن الزيرو تولرنس او الزيرو ديفيشن مين اللي ابعد شفت اللي هو شفت معنى ان الشفت ابعد معنى ان الشفت اكبر معنى ان الشفت اكبر ان الحاله بتاعتي حاله انترفيرنس جايه ايه ماكسيمم انترفيرنس هتتعامل ازاي دي ماكسيمم شفت ناقص المينيمم هو اللي هي فين دي اللي هي المسافه دي ماكسيمم انترفيرنس مينيمم انترفيرنس العكس المينيمم شفت ناقص الماكسيمم هول السؤال بقى في حاله زي اللي قدامك دي لو انا جيت قلت لك قول لي الماكسيمم كليرنس بتساوي كام المينيمم كليرنس بتساوي كام ايه رايك ايه رايك تقريبا يطلع بالنيجاتيف مفيش اصلا دي حاله انترفير ولا اقول زيرو معرفش الزيرو كمان ولا هو الزيرو دي الحاله ديت لما تبقى الحاله قدام منك انترفيرنس كده وتطلب مني ماكسيمم كليرنس ومينيمم كليرنس مفيش نو معنديش زي بالظبط الحاله اللي قبلها الحاله بتاعت الكليرنس والله جيت قلت لك الماكسيمم انترفيرنس والمينيمم انترفير وهي حاله كليرنس اصلا ما اقولش زيرو كمان ولا اقول زيرو عنديش نو نو انترفير لا عندي دي ولا عندي دي لا عندي دي ولا عندي دي الحاله الاخرانيه الحاله الاخرانيه دي بقى غريبه شويه ليه احنا كنا بدين عدد اكبر من كده راحوا فين الناس غريبه جدا ماشي بص عندي اكزامبل بس اكزامبل خطير كده شويه جاي بقول ايه بقى ان الهول فاي 20 0 وزاد 4 والشفت بتساوي فاي 20 زائد 2 وناقص 2 ادي خط الزيرو
ادي الهول زيرو وزائد اربعة. الشافت اهي زائد اتنين وناقص اتنين. ركز بقى في الحتة دي. دلوقتي لو انا تخيلت ان العمود ده هو اللي معايا، العمود ده لو ركب مع الهول دي يبقى كليرنس ولا انترفيرنس؟ كليرنس. طيب لو ركب مع العمود ده، مع الهول ده اسف، طيب انترفيرنس. ابتدينا هون في الترانزيشن، ما هو الترانزيشن فيها الاثنين اهي، ترانزيشن فيها الاثنين. طيب تعال نشوف بقى، عندي هول، عندي شافت، عندي دلتا. خد احتمالات بتاعت الهول، زائد اربعة زائد ثلاثة زائد اتنين زائد واحد صفر، واشتغل على الشافت بس ابو زائد اتنين. يعني انا كأني مديت ايدي كده في الكرتونة بتاعت العمدان، مد في ايدي الحتة بتاعت الايه اللي زائد اتنين دي، والعمود كله قدامي والهول كله، كل الهول قدامي. فما تيجي تركب الزائد اتنين مع الزائد اربعة، مين اللي اكبر؟ دامتر الهول اكبر. ليه؟ الهول. يعني دلوقتي انا عندي الفرق ده زائد اتنين، وكمنه في صالح الهول يبقى كليرنس. طيب لو انا ركبت الزائد تلاتة هيبقى الفرق زائد واحد في صالح الهول. طب لو زائد اتنين مع زائد اتنين يبقى ترانزيشن زيرو. طب زائد واحد مع زائد اتنين انترفيرنس، بقى ناقص واحد انترفيرنس. زائد اتنين مع زيرو ناقص اتنين انترفيرنس. عايز تقول ايه بقى؟ عايز اقول ان لو ده خط الزيرو وده محور رأسي كده، ايه اللي حصل؟ ده الكليرنس وده الانترفير. الاتجاه ده كده الكليرنس بيحصل فيه ايه؟ يقل لغاية ما يوصل لقيمة كام؟ زيرو. الاتجاه ده كده الانترفيرنس بيزيد. طب هو الانترفيرنس ابتدى امتى؟ عند يعني بعد الترانزيشن عند الزيرو. يبقى الزيرو هنا، الزيرو هنا ممكن اوصفه بوصفين. الوصف الاولاني هو اقل قيمه للكليرنس لو انت بتتكلم في المجموعه اللي فوق، وهو اقل قيمه في الانترفيرنس لو انت بتتكلم في المجموعه اللي تحت. عشان كده في اي حاله ترانزيشن، عشان كده في اي حاله ترانزيشن المينيمم كليرنس والمينيمم انترفيرنس على طول بيساوي زيرو. اي حاله ترانزيشن المينيمم كليرنس والمينيمم انترفيرنس على طول بيساوي زيرو.
طب اجيب الماكسيمم كليرنس ازاي؟ زي ما جبتها القانون بتاعها كان ماكسيمم هو ناقص المينيمم شفت. طب اجيب الماكسيمم انترفيرنس ازاي؟ زي ما جبتها القانون بتاعها كان ماكسيمم شفت ناقص الماكسيمم هو. فين الكلام ده اهو اهي حالة عندي مش حالة ترانزيشن. مين قال لك؟ أصل في حالة الانترفيرنس لما رجعنا كان الهول التولرانس بتاعه كان أبعد أوي، كان الشافت كان أبعد أوي عن الهول، كان أبعد أوي عن الهول. وفي الكليرنس كان الهول أبعد أوي عن الشافت. الترانزيشن مش هتلاقي الكلام ده، الترانزيشن تلاقيهم متداخلين كده، ترانزيشن تلاقيهم متداخلين كده، في اوفرلاب كده ما بينهم. ايه اوفرلاب ده؟ اوفرلاب في قيمه التولرنس، يعني ما في مسافه هم الاثنين مشتركين فيها. ايه الحاله بتاعت الترانزيشن؟ يعني ايه ترانزيشن؟ يعني ثلاث حالات. يعني ايه ترانزيشن ثلاث حالات اهو؟ ما هو دي الترانزيشن. ايه الثلاث حالات؟ واحد الهول اكبر من الشافت، دي حاله كليرنس، هات لي الماكسيمم. العمود اكبر من الهول، دي حاله انترفيرنس، هات لي الماكسيمم. طب الحاله الثانيه الثالثه ان الاثنين قد بعض، اللي احنا لسه مسمينها مينيمم كليرنس ومينيمم انترفيرنس. قلنا عمياني المينيمم كليرنس والمينيمم انترفيرنس في اي حاله ترانزيشن بكام؟ زيرو. يعني انا اقدر هنا اهو ادي قانون الماكسيمم انترفيرنس ما اتغيرش، قانون الماكسيمم كليرنس ما اتغيرش. تعال شوف ماكسيمم كليرنس، ماكسيمم هو ناقص المينيمم شافت اهي. ماكسيمم انترفيرنس، ماكسيمم شافت ناقص مينيمم هول اهي. وطالما دي حاله ترانزيشن يبقى المينيمم كليرنس والمينيمم انترفيرنس بتساوي كام؟ زيرو. المينيمم كليرنس والمينيمم انترفيرنس بتساوي كام؟ بتساوي زيرو، وهكذا. مفهوم يا اولاد؟ تمام يا دكتور. تحرك يعني في حاله زي كده ما اقدرش احدد في الواقع هي تركب كليرنس ولا انترفيرنس، ساعتها اكتب ايه ولا ايه؟ لها كلمه خاصه بيها لا لا، انت مش هتكتب، انت هتحط حرفين، مش هتكتب حاجه. ما احنا قلنا اللي هيبين نوع الفت الحرفين اللي احنا هنكتبهم. يعني ترانزيشن ده بالعكس ده. ايوه ما هو ترانزيشن نوع من انواع الفت اهي. الترانزيشن نوع من انواع الفت، واللي هيبين نوع الفت بتاعك الحرفين اللي هنكتبهم زي ما هنبتدي نتكلم عنهم حالا دلوقتي. شكرا دكتور. طيب عملوا ايه بقى؟ مسكوا العمود. قال لك العمود ده، انت بتقول لي بقى ان الحرفين اللي موجودين جنب الفاي 20 هيبينوا نوع الفت. ماشي، هنخلي السمول ليتر للعمدان، هنخلي السمول ليتر للعمدان. ماشي، بعدين عملوا ايه؟ قعدوا يفكروا كده، العمدان دي ايه طرق التصنيع اللي انا اقدر اعمل بيها العمود؟ ومنها كل عمود اتعمل بطريقه تصنيع معينه بقى ليه تولرنس معين. حلو، راحوا ممثلين كل التولرنسز الممكنه لكل الطرق الممكنه لصناعه العمدان. يعني ايه؟ اهو ادي اول واحد، ده اليو تي ال وده ال ال تي ال بتاعه، وابعد واحد ادي اليو تي ال وادي ال تي ال بتاعه، واللي ما بينهم عمليات تصنيع برضه.
يعني ممكن عملية تصنيف. بعد ما اروح راس بقى العملية الاولانية اللي انت قلت كام والقلت كام، والعملية التانية اللي انت قلت كام والقلت كام، والعملية التالتة والعملية الرابعة والعملية الخامسة. بس كل العمليات اللي بيعرف يطلع منها العمود ده وراح مديها الفابي اكبر نيجاتيف مديها اسمول واكبر بوزيتيف، خلينا بلاش خلينا في الحروف اللي احنا عارفينها زد اسمول، واللي ما بينهم A B C D E لغاية فوق كده، واللي ما بينهم A B C D لغاية فوق كده. حلو قوي. وراح جاي الحرف ال H small وراح مديه لون. طب وانت اديته لون ليه؟ انت ليه اديته لون؟ قال لك السنة لاحظت ان دوت ال UTL بتاعه يساوي زيرو. ده بقى بالنسبة لك مميز جدا كده، مديله لون اخضر كده هنشوف يعني. طيب الناحية التانية بقى عامل نفس الكلام للهول، دي بتتعمل ازاي؟ بخرمها ببنط حلو، بتنعمها ازاي؟ بريمة حلو، ممكن انعمها بيه كمان بتجريخ حلو، ده انا ممكن اوسعها بمكنة اسمها ايه؟ بورنج حلو. حطلي كل التوليرنس الممكنه لكل العمليات الممكنه اللي انا اقدر اصنع منها الهول. بس ما تنساش بقى ان احنا ندي الهول كابيتال لتر. طب فين اكبر تولرنس؟ ادي اليو تي ال بتاعه وادي ال تي ال بتاعه، وفين ما بين الكابيتال وما بين الاسمول اللي موجودين، راح حاطط لك كل التوليرانسز اللي موجوده وراح مديها حروف A B C D E. برضه راح واخد حرف ال H وراح مدي له لون اخضر كده. طب انت اديته عامل لون اخضر ليه؟ بالنسبه لي مهم قوي. ليه يا بيه؟ قال لك ال L T L بزيرو. يعني انت مره عملت لي احتفاليه، مره عملت لي احتماليه احتفاليه بالاتش سمول، لو دخلت الزيرو، ومره عملت لي احتفاليه بالاتش كابيتال لو دخلت الزيرو. اه ليه بقى؟ ما تنساش الجمله اللي طلعت من بقي. هو هنا هو بيصنع العمود كان نفسه في العشرين زائد 3 من 10 وزيرو، هو بيصنع الهول كان نفسه في العشرين زيرو ناقص 2 من 10، هو كان نفسه في الحاجات دي. كان نفسه في ايه؟ العشرين بس؟ العشرين هو نفسه في النومينال سايز. يعني ايه نفسه في العشرين بقى؟ يعني نفسه في الزيرو. ما انت هنا بتقول لي فاي 20 زيرو ناقص 2 من 10، وفوق بتقول لي فاي 20 زائد 3 من 10 وزيرو، يبقى انت كان نفسك في الزيرو، انت عايز الزيرو. ومن هنا بقى الاتش سمول والاتش كابيتال بالنسبه لك قمه في الخطوره والاهتمام، لان الاتش سمول والاتش كابيتال دول بيقربوك من حلمك. ايه حلمي؟ والله ده انا عندي الاتش سمول ده اليو تي ال بتاعه بزيرو، ده انا عندي الاتش كابيتال دي ال تي ال بتاعته بزيرو. من هنا قال لك احنا ايه؟ هيبقى مهم قوي 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 بالنسبه لنا حرف الاتش ده، هيبقى مهم قوي 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 بالنسبه لنا حرف الاتش ده، بغض النظر بقى كان اتش سمول كان اتش كابيتال. برضه هنشوف هنعمل ايه الهيصه دي بقى. نفعته في ايه بقى؟ حطهم كده قدام بعض وراح جاي قال لك انت كنت من شويه بتقول لي فاي 20 كابيتال على سمول او سمول على كابيتال، واحنا دلوقتي مش بصدد يعني شويه كده وهنقول لي كابيتال على سمول وسمول على كابيتال. وانا لو جيت قلت لك فاي 20 ايه كابيتال على سمول، انت قلت لي ان الحرفين مع بعض هيبينوا ايه نوع الفت،
هو انت ايه رايك لو الاثنين شرط دول قدام منك الكابيتال على اسمه الدوت ده كليرنس ولا انترفيرنس؟ الكابيتال الهول والسمول الشافت كليرنس كليرنس ليه الاي كابيتال اكبر زائد زائد مع ال20 والسمول اقل ناقص ناقص مع ال20 يبقى الحاله بتاعتي دي حاله كليرنس ما فيهاش كلام. لكن انت جيت قلت لي بقى لا 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 ده انا عندي فاي 20 واي سمول مع زد كابتن في حالة دي الترفيه الواي سمول اهي دي الواي سمول في البوزيتيف الزد كابتر اهي في النيجاتيف في الحالة بتاعت حالة انترفير. طب وانت بقى كل ما هتيجي ارسم لك حاجة على اللوحة تديني حرفين عايز الاتنين اتشارت دول مع بعض قال لك صح الكلام اه بس المفروض بقى ان الكلام هيتوجه لفين لحرف الاتش انت نفسك في حرف الاتش ده فندخله في الموضوع ولو دخلنا في الموضوع مش هبقى محتاج اخليك تحط الاتنين اتشارت قدام بعض بحيث تفهم الحالة كليرنس فيت ولا انترفيرنس فيت مش فاهم قوي يعني ايش تعالي افهم بقى خلاص احنا اتفقنا خلاص احنا اتفقنا من نقطتين النقطة الاولانية هنكتب كابيتال على سمول او سمول على كابيتال حرف الكابيتال يخص الهول او يخص الاكسترنال ممبر حرف السمول يخص الشوك او يخص الانترنال ممبر هذه المعلومة الاولانية المعلومة الثانية ان انا ادخل الاتش في الموضوع لان الاتش ايا كانت كابيتال ولا سمول اليو تي ال او ال تي ال بتاعها زيرو وده اللي انا نفسي فيه لان انا عايز اساسا النومينال سايز انا دخلت في هيصه وتول وير والوير والتول بيحصل له وير دخلت في هيصه كده مفيش 30 لازم. طب هنعمل ايه بقى؟ قال لك اقول لك احنا ناويين نكتب ازاي يمكن نفهم. قال لك انت ما بتيجي تكتب بتكتب كابيتال على سمول انت لو كانت بي اتش اس يعني بي اتش اس يعني بيزك هول سيستم يعني ايه بيزك هول سيستم يعني السايز بتاع الهول هو اللي ثابت وبغير في سايز الشافت عشان احقق درجة الفيت المطلوبة او نوع الفيت المطلوب يعني ايه نوع الفيت المطلوب كليرنس فيت ولا انترفيرنس فيت ولا ترانزيشن. طب ما تقول لي التانية يمكن اقول مثال افهم منه اقول لك التانية التانية اسمها ايه بيزك شافت سيستم بي اس اس بتكتبها ازاي سمول على كابيتال بيزك شافت سيستم يعني الشافت هو الاساسي الدايمنشن بتاعته ثابته ولا تتغير ويتم تغيير القطر بتاع الهول لتحديد نوع الفيت المطلوبه. طب ما تديني مثال هو انا اما بروح البس دبله اشتري دبله من عند الراجل ده بيزك هول ولا بيزك شافت؟ صباعك والدبله لا انا بحب البس الدبله انا بحب البس الدبله ضيقه انا بحب البس الدبله واسعه انا بحب البس الدبله بصابونه انا بحب البس الدبله اعرف افكها اعرف صباعك الثابت ولا هي الدبله اللي ثابته عملت اغير في خطر صباعك يبقى المثال ده يفهمني يعني كلمه بيزك يبقى بيزك شافت سيستم العمود السايز بتاع
او سبب ويتم تغيير قطر اللول زي ما انت بتغير في الدبل. انت بتحبها ايه؟ تحديد درجة الفيت المطلوبة. بحبها واسعة عشان ما تخنقنيش، بحبها ضيقة عشان ما تقعش مني وانا نايم، بحبها لا واسعة ولا ضيقة. يعني ايه كل الهيصة دي؟ بيزك شوفت سيستم. طب والعكس ماشي، بقت بيزك هول سيستم قلنا في الاتش بقى. قال لك ما هو الاتش هو اللي بيزك. يعني ايه؟ يعني البيتش هو اللي بكتب في الاول. يعني ايه؟ يعني البيزك هول سيستم هتبقى اتش كابيتال على سمول لتر، والعكس بيزك شوفت سيستم هتبقى اتش سمول على سمول لتر. طيب افكرك بقى وافكر نفسي في حاجه، سالتك سؤال حالا دلوقتي، قلت لك هل انت محتاج الاثنين شرط اللي قدامك يبقوا راكبين مع بعض كده عشان تحدد ان هي كليرنس ولا انترفيرنس؟ اه لا. اه امتى؟ لو مش هتعتمد على الاتش. طب انا ناوي ان شاء الله اعتمد على الاتش، يبقى لا. لا ازاي بقى؟ قال لك تعالى نتفرج على الايه، على البتاع الخطيره دي بره، شوف الدنيا فيها ايه اهي. طبعا المثال اللي قدامنا دوت ده مثال صارخ صارخ. يعني ايه بيزك هول سيستم؟ الهول القطر بتاع الهول ثابته، وهو عمال يغير ايه؟ عمال يغير في قطر العمود. طب لاحظ ملاحظه بقى، دول كده دول كده جاك من جي وكي وام وان. ايه رايك بقى لو كان الاتش كابيتال على سمول على بي سمول على سي سمول على دي سمول؟ ايه رايك ده حاله كليرنس دي ولا حاله انترفيرنس؟ كليرنس. عمياني، يبقى انت هنا لما تيجي بتقول لي ان الفيس دي كده دي الكليرنس، نفس الكلام برضو لو انت جيت لي هنا بعد جاكمان اللطيفة دي لغاية فوق انترفير، يبقى المعلومة الأولانية اللي هتبقى في دماغي اتش على حرف قبل الجي أو الكي أو الام أو الان، ولا اتش على الجي او الكي او الام او الان، او اتش على حرف بعد الجي او الكي او الام او الان. المجموعه الاولانيه دي لو اتش على حرف قبل الجي او الكي او الام او الان تبقى انت ايه؟ كليرنس فيت. لو حرف اتش على حرف بعد الجي او الكي او الام والان يبقى انا هبقى انترفيرنس فيت. لو اي حرف بقى من الحروف الجمال دول اتش على جي او اتش على كي او اتش على ام او اتش على ان، ده اللي احنا هتطلع عندنا الحالة بتاعت الترانزيشن فيت. حلو الكلام، جميل للكلام. الكلام ده موجود فين؟ الكلام ده هو كاتبه برضه اهو، اهو ادي الكوبي اهي، هو كاتبه والله.
هو قال الهول اتش اهي حلو البي وال البي لغايه الزد ده بعد جاك مان فيبقى انترفيرنس. لاحظ ايه بقى؟ لاحظ ان مجموعه الحروف من البي لغايه الزد اليو تي ال بتاعهم والال تي ال بتاعهم ابعد من الزيرو عن اليو تي ال والال تي ال بتاعه الهول، فراح مجمعهم لوحدهم كده. طب ماشي، ما هو انترفيرنس ما احنا عارفينه بعد جاك مان وانتهينا. طيب جاك مان بقى ما انا عارف ان هم ترانزيشن، طب هو قسمهم ليه الام والان والجي والكي؟ قال لك اه الجي والكي ال تي ال بتاعهم بالنجد جمعهم مع بعض، واليو تي ال بتاعهم ما بين ال تي ال واليو تي ال بتاع الهول اللي هم دول. طب الام والان ال تي ال بتاعهم ما بقاش نجد، وادي اليو تي ال بتاعه. يفرق معاك حاجه ولا حاجه؟ هو الجي والكي والام والان ترانزيشن وخلاص. طيب ليه في حاله الكليرنس ما خدهاش من الاي للاتش وراح واخد الاتش لوحدها؟ يعني كاتب لك الاي للجي كليرنس وبعدين راح واخد لي حرف الاتش كده لوحده كده بعيد. عشان ال H ممكن تبقى انتر تبقى ترانزيشن. انت بقى لما ال تبقى ال تبقى U T L اما تجيلك الحالة دي H كابيتال و H صغير، هو فرق مخلي ال H لوحدها تحسبا للحالة دي تيجي مع الحالة دي، ان يجي لك ال تي ال بتاع الاتش كابيتال مع اليو تي ال بتاع الاتش سمول، وساعتها يبقى الفرق ما بينهم زيرو. الفرق ما بينهم زيرو يعني حاله ترانزيشن، الفرق ما بينهم زيرو يعني السايز بتاع الهول هو السايز بتاع الشفر. الفرق ما بينهم زيرو يعني الحاله دي بس اتش كابيتال اتش سمول، مش بس مش هي دي، لا ده اتش كابيتال على اتش سمول، وبحظك الحلو مديت ايدك في الكرتونه طلعت الاتش كابيتال الزيرو، ومديت ايدك في الكرتونه الثانيه طلعت الاتش سمول الزيرو. الحاله دي بس هي الترانزيشن. بس احنا هنتعامل مع قبل جاكمان زي ما قلت، يعني كل قبل جاكمان كليرنس، جاكمان نفسه ترانزيشن، بعد جاكمان انترفيرنس وهكذا. طيب عايز ابص لها تاني. ايه اللي انا شايفه بقى؟ شايف حاجه حلوه قوي برضو. لو انا رحت معلم على الجي والكي والام والان، لو انا بتكلم في الحته بتاعت الترانزيشن بس، لو انا ماشي كده اسف اللي قبل الترانزيشن الكليرنس اتجاه الحركه دي، الكليرنس بيقل ولا بيزيد؟ بيقل. بيقل. اما يبقى الكليرنس قليل يقولوا عليه خلوص ضيق. اما يبقى كبير يقولوا عليه خلوص واسع. انترفيرنس نقول هنا لغايه هنا، يبقى برضو الانترفيرنس بيزيد. يبقى هنا ده الخلوص وده الشحط.
الشحط اما يبقى كبير، الشحط اما يبقى كبير وعند الشحط اما يبقى واسع، فبيقولوا عليه ايه بقى؟ شحط تقيل وشحط خفيف. طب وجع قلبي ليه؟ لو سمحت ما تشتغليش في المنطقة دي، بلاش. ليه؟ وانا ايه اللي هيخليني اروح للمكبس وايه اللي هيخليني اروح للحرارة؟ ليه يعني؟ الحرارة دي ممكن تغير لي البروبرتي. يبقى هي الفكرة كلها في ايه؟ انا مش عايز اشتغل في المنطقة بتاعة الشحط التقيل، مش حابب، مش عايز اشتغل هنا. لان انت لو كنت شحط تقيل معناها ان انت عندك مكبس، ومعناها ان انت عندك حرارة، نفس الكلام. انا مش عايز اشتغل هنا. ليه؟ ما انت رايح اشتغل هنا، ما كنت ريحتني بقى من الاول وكنت عملت لي دي كده. وجيت قلت لي فاي 21 فاي 22 وريحتني. ده هم اما هيبقوا فت، يعني الاثنين فاي 20 لازم اما تيجي تصنع دي، تصنع دي بعمليه قريبه منه، لان احتمال يحصل ما بينهم كونتك. عايز تقول ايه؟ على الورق بعد جاكمان كله انترفيرنس، على الورق قبل جاكمان كله كليرنس، بس ايه الارقام اللي انا بشتغل، الحروف اللي انا بشتغل عليها؟ الترانزيشن ما فيهاش كلام. اتش على الجي الكي الام الان الانترفيرنس، اتش على البي او الار الكليرنس، اتش على ممكن الاي ممكن الاف ممكن الجي ممكن الاتش. دي الحروف اللي صحتك بتشتغل عليه. الكلام ده هو 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 في حالة البيزك شفت نفس كل حاجة، بس هو كل الفكرة كلها في ايه؟ هتبقى اتش سمول على الجي كابتل او الكي كابتل او الام كابتل او الان كابتل. ده كده انتر، ده كده ترانزيشن. اتش على اي حاجه قبل جاكمان كليرنس، اتش على اي حاجه بعد جاكمان انترفيرنس، ونفس الكلام. ايه الحروف اللي انت هتشتغل عليها؟ نفس الكلام، الخلوص الضيق والواسع والكلام الفاضي ده، انت هتلاقي نفسك برضو شغال في الاي والاف والجي والاتش. لو انت بتتكلم فين اهو كده كليرنس، ولو انت كده بتتكلم هنا انترفيرنس، والحتة بتاعت الجاكمان الجي والكي والام والان. عايز رد بقى الترانزيشن كده بقى حاجة كويسة؟ مش فاهم قصدك. انت بتقول لي هنشتغل في الحته بتاعه الخلوص الضيق، او هنشتغل في الحته بتاعه الشحط الخفيف. حلو قوي. انت بقى في 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 في, في الترانزيشن عندك كام حاله؟ ثلاث حالات، يا اما العمود اكبر من الهول، يا اما الهول اكبر من العمود، يا اما الاثنين قد بعض. طيب لو انت مديت ايدك وطلع الهول اكبر من العمود في حالة الترانزيشن، يعني انت عامل على الورقة على الرسمة بتاعتك اتش على ام مثلا، اتش على ان،
بقيه العمود داخل سهل جوه الهول، معنى كده انه كليرنس. ايه علاقته باللي قبله؟ اقل ولا اكتر؟ اقل. اقل لان الاتجاه بتاع الزياده بتاعه الخلوص صحيح. اتجاه الزياده بتاعه الخلوص اقل. لا 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 ده طلع شحط، وده اتجاه الزياده بتاع الشحط ايه. هو انت دخلت ليه الخلوص جوه الترانزيشن؟ وليه دخلت الشحط جوه الترانزيشن؟ عشان الترانزيشن ممكن يبقى فيه خلوص وممكن يبقى فيه شحط. فانت لو جبت ايدك، لو انت في اللوحه كاتب اتش على كي او اتش على ام او اتش على ان او اتش على جي، جيت تحط العمود جوه الهول لقيته واسع، يعني خلوص. ايوه، ايه علاقته بقى بالخلوص اللي جاي في حروف الخلوص اللي هي اتش على اي حرف قبل جي او كي او ام او ان؟ خلوص اقل. لا ده انا جيت احط العمود في قلب الهول وانا كنت كاتبهم في اللوحه اتش على كي يعني يكمل، ولقيت العمود حاجه دقدق عشان ادخله جوه الهول، تبقى حاله انترفيرنس. يبقى ايه الحاله؟ يبقى وضع الانترفيرنس اللي هيتوجد جوه الرينج بتاع الترانزيشن مقارنه بالانترفيرنس اللي اتوجد جوه الرينج بتاع الانترفيرنس، اقل ولا اكتر؟ اقل. ها اقل. يبقى انت من ناحيه بتقول لي انا شغال في منطقه الخلوص الضيق اللي هو الاي والاف والجي والاتش، او شغال في منطقه بتاعه الشحط الخفيف اللي هو البي والار، يبقى اكيد 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 بالنسبه لك لو جالك الخلوص جوه الترانزيشن هيبقى على قلبك زي العسل لانه اضيق من اللي قبله. ولو جالك شحط جوه الترانزيشن اكيد هتبقى مبسوط بيه جدا 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 لان الشحط هيبقى اخف من اللي قبله. شحط اخف من اللي قبله يبقى عندكش مشكلة الاسامبلي والديس اسامبلي. خلوص اضيق من اللي قبله يبقى انت بعدتني عن المشكلة دي اصلا. يبقى من هنا الترانزيشن ده مش مستبعد ابدا، ده حاجة جامدة جدا. من هنا الترانزيشن ده حس نورمادي. رمادي ايه يا عم؟ لو جه خلوص اضيق من اللي قبله يعني انت بالنسبه لك حاجه زي الفل، ده اللي انت بتدور عليه. ولو جه شحط هيبقى اخف من اللي بعده، حته بتاع كده ده 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 وخلص نفسك وما فيش اي حاجه. فاهمين يا ولاد؟ بس حضرتك ممكن سؤال بس؟ اتفضل. وانا مثلا في حاله زي البيزك هول سيستم تمام، يعني انا اقدر اظبط التوليرنس بتاع الهول اللي هو انه يكون اتش بالظبط، اقدر اظبطه في العملي في الواقع يعني عشان خاطر كده انا هبني عليه الباقي يعني. ما تستنى اما نشوف هنظبط الكلام ده ازاي، استنى كده شويه. طيب شكرا. الكلام ده هو هو بالظبط في حاله البيزك شافت سيستم، هو هو برضه نفس الكلام هنا. عمل ايه؟ البي اللي زد لوحدها، وبعدين خد الام والان في حته وخد الجي والكي في حته، وبعدين الاي لغايه الجي في حته والاتش في حته، هو هو نفس الكلام مفيش مختلف. بس انت هتكتب كابيتال على سمول او هتكتب سمول على كابيتال، بس هو ايه؟ هتكتب كابيتال على سمول او هتكتب ايه؟ او هتكتب سمول على كابيتال. طيب وانا برسم اللوح اخليها فيزيك كول ولا فيزيك شوف؟ يعني اكتبها اتش على حرف سمول، اتش كابيتال على حرف سمول، ولا اكتبها اتش سمول على حرف كابيتال؟ رد على السؤال ده ثلاث حالات، شوف انت فين فيهم.
بصنع واحد وبشتري التاني. بصنع واحد وبشتري التاني يعني بصنع العمود وبشتري الهود. خلاص انا مجبر على الهود. خلاص يبقى اللي انت بتصنعه العب فيه زي ما انت عايز، اختار الكويس بتاعه زي ما انت عايز عشان تحقق درجة الخطوة المطلوبة. لا ده انا بس بشتري العمود، ده انا بشتري الهول وبشتري العمود وبصنع الهول. خلاص العب في اللي انت عايزه. يبقى انت هتلعب دايما بتلعب في اللي بتصنعه. يبقى الحاجة الاولانية اللي بتشتريه هو البيزك. الحاجة الاولانية لو انا بشتري بيزك. الحالة التانية الصيانة. ايه الصيانة؟ المكنة دايرة ماشي. وبعد ما المكنة دايرة الحق يا باشوان العمود كان شايل ترس. سنة الترس اتكسرت. ياه ده الترس كله لازم يتصنع. يعني الهول بتاعت الترس كمان هتتصنع. يبقى انت محتاج تصنع هول الترس بحيث تدخل في نفس العمود اللي ما جرلوش حاجة بنفس درجة الفت. ده العمود اللي شايل الترس اتقطم. ده انت محتاج تصنع العمود بحيث يدخل في نفس الهول بتاعة الترس بنفس درجة الفت. يبقى انت في اغراض الصيانة بقى اللي بيتكسر هو البيزك ولا مش بيزك؟ اللي موجود هو البيزك. اللي موجود هو البيزك. سنة الترس اتكسرت هتغير الترس كله والعمود ما جرالوش حاجة. يبقى اما تيجي تعمل لي الهول بتاعت الترس هتبقى بيزك شافت. العمود اللي شايل الترس اتكسر يعني الترس ما جرالوش حاجة، يعني الهول بتاعت الترس ما جرالهاش حاجة. يبقى انت هتصنع العمود اللي يدخل جوه بنفس الطريق. طيب ثلاثة. لا انا بصنع الاثنين. انا بصنع الجزئين. حلوة. 99.9% بيزك هول سيستم. 99.9% بيزك هول سيستم. بتصنع العمود وبتصنع الشفت. بيزك هول سيستم. ليه بقى؟ سببين. نفس المخرط. حلو قوي. نفس العامل. حلو قوي. قلت له اعمل لي عمود فاي 20 واعمل لي هول فاي 20. دقة تصنيع العمود اعلى. دقة تصنيع العمود اعلى. ايوه اعلى. يعني هو يصنع العمود بطريقه اعلى. ايوه يصنع العمود بطريقه اعلى. ليه بقى؟ في حاجات خارجه بره. يعني ايه في حاجات خارجه بره؟ قال لك والله احنا كنا خدنا زمان طريقه لطيفه كده. عندي شغلانه كده ادي الهول اهي. القلم اهو. تتعلق في دي كده. ده كده التول بوست. الاسود كان اسمه تول سبورت اللي احنا في 181
كنا بنقول عليها سفورت، الاسود بنقول عليها طول سبورت. طيب قلنا ايه بقى وقتها؟ قلنا لازم ال ال دي ال ال بتاعت السبورت لازم تبقى اكبر من ال ال بتاعت الورك بيس. لازم، مهم جدا. ليه؟ عشان وانت هتدخل الطول بوست جوه الشغلانه فلازم يبقى الطول ده يبقى اكبر عشان يضمن لك ان الطول بوست بتاعتك اكبر. طب ايه يعني؟ قال لك هتعمل مشكله بقى. ايه المشكله اللي هتعملها؟ الرياكشن بتاعت الكاتنج فورس من الورك بيس على الطول هيبقى ده اتجاهك. هتعمل ايه؟ ببساطه هتعمل كده. لو سمحت يا دكتور، ايه اللي العامل اليد اللينس بتاع السبورت؟ اصل لو حركت اللي انا فاكره في الطول بوست كنا بنحط القلم وبنربط عليه بمسامير، ده اللي انا فاكره. لا ده مش لا 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 ما لا ما هو ما هو القلم، ما هو القلم هنا مش هيبقى قلم، هو ده القلم بتاع الخراطه الداخلي، يعني المسامير بتاعتك هتبقى مربوطه هنا. عشان ده انت مش رابط على القلم، انت رابط على السبورت اللي ماسك في القلم. انا كنت فاكر ان ده شفته تمام. لا لا لا، السؤال بقى، هل العامل له علاقه بالمسافه دي؟ لا، ده المسافه دي بتتناسب مع ال ال بتاع السبورت كيوب. طب هو ماله العامل؟ هو لازم ال ال بتاع السبورت يبقى اكبر من ال ال بتاع الورك بيس. فافرض ان الورك بيس بتاعتك طويل، ال كيوب بتتناسب مع ال كيوب، ده يخلي ايه؟ ده يخلوا في ان اكيرسي في التصنيع. طب وانت الموضوع ده مش عندك في العمود خالص؟ العمود اهو، وادي القلم اهو، ما عنديش بقى المشكله دي خالص. وادي الطول بوست اهو، الطول ده ولا فارق معايا حاجه، كبر صغر ولا حاجه، هتحرك واشتغل وزي الهول يعني. فطريقه التصنيع بتاعت الهول اوحش، ومش بايده، ومش بايده. انت بتقولي لازم ال بتاعت السبورت تبقى اكبر من ال بتاع الورك بيس، انا فاهم والله، لان استحاله هدخل الطول بوست جوه الهول بتاعتي، معروفه يعني. يبقى دقه تصنيع الهول اقل من دقه تصنيع الشفط. طب في سبب تاني؟ اه، عملية القياس نفسها. انت محتاج مين اللي يبقى متدرب؟ اللي بيقيس القطر الخارجي ولا اللي بيقيس القطر الداخلي؟ معلش، هو السؤال يتدرب عليه بالظبط؟ على القياس، عشان يطلع لك قياس مظبوط. القطر الداخلي يا زوطه ممكن يتضرك يعني. والله لو انا عندي قطر خارجي، انا اقول لك قطر خارجي اهو، اقول له والله هات لي البتاع اللي هو البرنير، عنده سلاحين كده، سلاحين كده، سقط السلاحين وخد القياس وخلاص. الدخل بقى عايز من جوه، ماشي. طب ممكن يجي ده مش قطر، ده دل قطر. من هنا الغلط وارد في قياس الهول، بقى من هنا الغلط وارد بقى في قياس الهول. عايز اقول ايه بقى؟ عايز اقول ان الهول فيها مشاكل. الهول كده كده
خارجه بره العامل عندها مشاكل في التصنيع الهول كده كده ممكن يبقى ينتج منها مشاكل في القياس. طب وبعدين؟ قال لك معنى كده ان انت جمد في العمود، انت قرد في قياس العمود ومش هيحصل لك ان اكيروسي اثناء التصنيع زي ما حصل في الهول. طب والحال؟ قال لك هنعملها بيزك هول، خلي الهول تطلع بمشاكلها وهتفصل العمود اللي انت جامد فيه بحيث يحقق لك درجة الفيت المطلوبة، ويحقق لك هتفصل العمود اللي انت جامد فيه بحيث يحقق لك درجة الفيت المطلوبة. يبقى انا دلوقتي لو انا هصنع الاثنين عمياني بيزك هول سيستم. يعني ايه الهول هي الرئيسية؟ يعني ايه اقدر العب في العمود بحيث يحقق درجة الفيت المطلوبة؟ يا انت جامد كده في العمود، جامد في القطع بتاع العمود وجامد في الميجرمنت بتاع العمود، جامد في القطع بتاع العمود وجامد في الميجرمنت بتاع العمود. مفهوم يا اولاد؟ يبقى طريق كتابة الحروف على اللوحة، خلاص انا جيت كتبت فاي 20 ولقيت فاي 20 ده، سألت نفس السؤال فاي 20 دي تخص ايه؟ تخص العمود، صح. فاي 20 دي تخص ايه؟ تخص الشرط، صح. يبقى انا عندي علاقة فيت، يبقى انا لازم هكتب يا فاي 20 اتش كابتل على حرف، هكتب فاي 20 اتش سمول على حرف. يعني السؤال يتقال بطريقة تانية، امتى هنخليها بيزك هول وامتى هنخليها بيزك شوفت؟ امتى هنخليها بيزك هول وامتى هنخليها بيزك شوفت؟ عندنا ثلاث حالات. الحالة الاولانية لو بتشتري جزء وبتصنع جزء، اللي انت بتشتريه هو اللي بيزك، دي الحالة الاولانية. الحالة التانية في اغراض الصيانة اللي ما بيتكسرش هو اللي بيزك، الحالة الثانية. الحالة الثالثة بصنع الاثنين وبعملها بيزك هول سيستم، لان دقة العمود ودقة قياس العمود اعلى من دقة تصنيع وقياس الهول، ده معناه ان انا هبقى شاطر وسهل ان انا اتحكم فيه والعب فيه عشان يحقق لك درجة الفيت المطلوب. وصلت؟ تمام الحمد لله. دي اخر 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 حته عايز اقولها، الاكس دي تخص مين؟ اوكي الاثنين، العرض بتاع الكي والعرض بتاع مجره الخبور. يبقى انت محتاج تحط هنا فت حرفين، يعني حرفين نفس الكلام. هي الاكس دي بتخص كم بعد؟ قلبة والفتحة بتاعت فوت ضربة. الواي اللي موجودة دي شفت والقلب برضو فيت برضو. وصل الكلام؟ ما شو ترى؟ الرسمة بكتب جنب البعد وبكتب الفتحة، وأنا في الرسمة بكتب جنب الواي بكتب.
الواي دي مثلا هتبقى فاي 20 اتش على اي مثلا. تمام يعني على ممكن العمود وممكن الجلبة عادي ولا لازم واحد فيهم؟ لا انت هتكتب على واحد فيهم بس. يعني ما تعتمدش على بيزك هول ولا بيزك، يعني انا اعملها بيزك هول اصلا ولا بيزك شافت يعني عادي؟ لا انت هتعملها بيزك هول ولا بيزك شافت لو رديت على الثلاث اسئلة اللي فاتوا. يعني انا قصدي اوضح له يعني في الرسمة مع كده يعني اللي انا اكتبها مثلا على العمود. لا 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 لا، هو انت في الاخر فاي 20 اتش على ايه خلاص عرفنا. طالما كتبت الكابيتال الاول خلاص بقت بيزك هول، عرفنا انها بيزك هول، يبقى سعادتك هتقدر تلعب في الشوفت. شكرا. معايا ولاد؟ مع حضرتك برضو بنفس الطريقة، أنا هوقف على الحتة دي. الحتة دي محتاجة تتذكر كويس قبل ما تسمع بقية اللينك، لأن الموضوع هيبقى معتمد على اللي انت فاهمه اللي انت كتبته بإيدك أكتر من مرة عشان تبقى فاهم الدنيا ماشية ازاي. حد شاف الـ LMS امبارح؟ لا. حاجة انت مفروض نشوفها؟ طيب المفروض ان الاسبوع اللي فات انا حطيت محاضرتين واللينكين، محاضرة بتاعت المانيفاكشرين كونسيدريشن واللينك بتاع المانيفاكشرين كونسيدريشن، ومحاضرة بتاعت الفيتس والتولرنس واللينك بتاع الفيتس والتولرنس. ده الاسبوع اللي فات. امبارح بقى حطيت بند جديد كتبته اسمه بروجكت، عندنا بروجكت اهبل كده، ورفعت الشيت بتاعه اللي هو الريفيرس انجينيرنج بروجكت. ببساطه ايه الريفيرس انجينيرنج بروجكت ده؟ احنا ما بنبنيش العجله من الاول، في عندنا ناس ابتدت. طيب واحد عايز اجيب سيستم صغير، على سبيل المثال الشيء بيجمعه دلوقتي انا اديته لك في ايدك، يعني ايه اديتك السيستم بتاعك لايف كده متجمع، السيستم بتاعك لايف كده متجمع بايدك كده، فريم من ناحيه دي في طاره ومن ناحيه دي في حجر جلف. البدايه عشان تعمل ريفرس انجينيرنج بروجكت، قبل البدايه انت بتشغله بايدك وبتشوف هل البرفورمانس بتاعه كويس ولا في مشاكل، اللي قدامك كويس. طب يلا نفكه. طب لما نفكه هنعمل ايه؟ هنرسم وركينج دروينج لكل اجزاء، وهنعمل اسامبلي دروينج للاجزاء اللي انت بتعمله يعني. طيب اما فكيته فوجئت ان البولي العمود بينقلها ببطح. هل انت بعد ما خدت الكونسيدريشن هل عملت التعديل بحيث ان البطح دوت يتغير لحاجه تانية؟ ها قلنا ايه في السكاشن في الحته دي؟ ممكن يكون كي يعني بدل البطل. كي يبقى الفكره بقى ايه بقى عندك تعديلات هنا بقى، مش في البرفورمانس، لا البرفورمانس ده هو راكب قدامك، هو جالك راكب قدامك عندك مشكله. ده انا بعد ما فكيته ظهرت لي مشاكل، يا عم انا هروح ابطح البولي دي فين؟ انا اروح للراجل بتاع السلوتر اقول له اعمل لي ميجا خابور فيها، واروح للراجل بتاع الفريز اقول له اعمل لي ميجا خابور فيها، واروح مجمع وخلاص اسهل. يبقى انت بدايه
انت مصنع عايز تعمل جرايندنج ويل سيت اب، انت وجدتها؟ لا، شركات بتعمل، رحت جاي شاري السيت اب بتاع انضف شركه وابتديت قبل ما افكه اتشيك على البرفورمانس بتاعه، اتشيك على البرفورمانس بتاعه. طيب البرفورمانس بتاعه تمام؟ تمام. لا مش تمام، خدت نوك كده لتعديل البرفورمانس، المفروض احط كذا او كذا او كذا، ادي نقطه. لا البرفورمانس سليم، هفككه حته حته. وبعدين هرسم وركينج دروينج لكل بارت، وبعدين هعمل الاسمبلي دروينج اللي قدامي. بعد ما الرسم يبقى قدامي هبتدي اعدل بقى في التصنيع نفسه. صعب ان انا اروح ابطح الهول من جوه بتاعت البولي. طب هو انت هتعمل ليه بطح في الهول؟ عشان انا عامل بطح في العمود عشان يبقى بوزيتيف كونكشن، عشان العمود يلف. طب انا اسهل اعمل تقديم تعديل، بدل ما اخليه فتح في البولي اعمل كي واي وخلاص. يبقى وارد ان انت يبقى عندك تعديل او تعليق على البرفورمانس، فتبقى محتاج تعدل في الرسمة او محتاج تضيف جزء. وارد تعديل في طريقة تصنيع جزء معين بعد ما تفكه. طيب الرسمة الجديدة اللي فيها التعديلات واتيفر كانت بتخص البرفورمانس او واتيفر كانت بتخص سهولة طريقة التصنيع او التجميع، ده اللي احنا، ده اللي انت هتصنعه، وده اللي احنا بنقول عليه الريفرس انجينيرينج بروجكت. طيب وانا اي حاجه كده هجيبها اعملها ريفرس انجينيرنج بروجكت؟ ما حدد لك جوه الشيت اللي موجود، ما حدد لك جوه الشيت اللي موجود ايه السيستمز اللي سعادتك ممكن تختار منها، ما حدد لك جوه الشيت اللي وارد يبقى في تعديل في البرفورمانس، وارد لا، وارد يبقى في تعديل في طريقه التصنيع، وارد لا برضه، وارد ممكن الجلبه اللي الجلبتين اللي شايلين العمود المادتين بتاعتهم ايه؟ براس ولا براس؟ انا هفرض ان هم حديد، هفرض كده. فلما جيت انا هفرض ان هم ستيل، وده بالغلط. طب ايه لما لو هم ستيل، اما تيجي تفك العمود هتلاقي العمود الوير عنده عالي عند الكونتاكت مع الجلبتين. يبقى انا هجيب الجلبه هي هي وهجيب الدايمنشن هي هي، بس انا هغير الماتيريال، بدل ما اخليها ستيل لا انا التغيير بتاعي هيبقى براس برونز. يبقى التعديل ممكن ما يبقاش شكل، التعديل ممكن ما يبقاش دايمنشن، ممكن يبقى ماتيريال. دكتور معلش كنت سؤال، فاهمني؟ اتفضل. هو ممكن بدل الجلبه دي استبدلها بس بجلبه مطاط، ولا مش هتبقى ابليكابل؟ لا مش هتبقى ابليكابل، لان المطاط الديفورمابيليتي بتاعته عليه. هو ممكن لما ناخد بقى 211 ان شاء الله تيجي تقول انا ممكن استبدلها ببيرنج، او هتاخد حتى البيرنج في هتاخد معانا البيرنج حته كده بسيط، لكن المطاط ديفورمابل قوي عشان هيتني هيحصل هيك الناس هيتلوي يعني. هيضغط عليه يحصل له ديفورميشن. نعم. هو في الريبت بيقول يعني المفروض ان احنا كنت مكان بيتكون من 3 moving parts at least. لو مثلا عندي سامعك اتفضل. رأيك سامعني؟ اتفضل. طيب هو يعني لو في 3 moving parts
كانوا مثلا عمود ترس وحاجه، فهم دول كده 3 موفينج بارتس ولا لازم 3 بيلفوا كل واحد لوحده او كده؟ 3 بيلف او 3 بيعملوا لينير او اي حاجه. وانت نطيت في النقطه قبل ما انا اتكلم فيها. الشيت فيه معدين. المعد الاولاني طوال الاسبوع العاشر هنبعت صورة للمنتج بتاعك او الفكرة على الايميل اللي انا حطه في الشيت اللي هو بتاع الدكتور تامر النادي. دكتور تامر النادي هيرد عليك، يلا اشتغل، لا محتاج تعدل الفكرة، يلا اشتغل، محتاج طب محتاج تعدل الفكرة دي ليه؟ لان انت ممكن ما حققتش اللي كان مطلوب في الشيت، او ممكن تكون يلا عدل الفكره عشان في زمايلك كتير خدوا الفكره دي. انت دلوقتي هتعمل ايه؟ دور على فكره. طبعا ايه مكتوب في الاوتوموتيف ابلكيشن، طب وانا اجيبها منين؟ اي حد بيبيع اي حاجه قديمه، اي حد بيبيع اي حاجه قديمه تبع العربيه وفيها الشرط اللي هو بتاع 3 حركات ومش 3 حركات، هتلاقي الحاجات مكتوبه في الريكويرمنت في الشيت بتاعك. يعني حققت ده، لقيت تصور، ابعت لدكتور تامر. دكتور تامر هو المسؤول على الحته دي، دكتور تامر هو المسؤول على الحته دي، هيقول لك اشتغل. اما تيجي تفك بقى، انت هتبقى محتاج ترفع الابعاد، ما ينفعش الابعاد تسلم المسطره. ما تيجي تفك، انت محتاج ترفع الابعاد، ما ينفعش الابعاد تسلم المسطره. يعني على الاقل حاجه خالص عندنا مايكرومتر، على الاقل حاجه خالص عندنا فيرنير، الحاجات دي يعني. فانتوا محتاجين تبصوا شويه على الاجزاء، سيرش كده الاجزاء الصغيره اللي ممكن تبقى موجوده في العربيه. مش عارف الجزء ده اسمه اكس، شفت الفيديو بتاعه على اليوتيوب، لقيت ان الاكس دوت بيحقق الحركتين ولا التلاتة اللي موجودة في الشيت، طب اسمه ايه؟ طب اسمه كذا. رحت نازل عند اي حد بيبيع الاجزاء بتاعة العربيات القديمة ورحت جايبها، خدتها ونظفتها وفكتها وقستها ورسمتها وسلم يا عم. الفايل ده برضو في طريقة تسليمه بريزنتيشن. الفايل ده المفروض ان هيتسلم في الاسبوع 14، الفايل دوت المفروض ان هيتسلم في الاسبوع 14. طبعا بنفس تقسيمة المجموعات اللي موجودة، طبعا بنفس تقسيمة المجموعات اللي موجودة، يعني المجموعات اللي موجودة عندك في الشيت هي نفس المجموعة اللي موجودة مش عارف في اللاب اللي هو الانتزول الانفنتور دوت، هو نفس المجموعة اللي موجودة في المشروع ده. ايه ليس؟ لو صادت اسأل حضرتك، يعني هو مثلا كرانك وسلايدنج بيستون مثلا فكرة الموتور يعني الانجين، خليك في حاجات ابسط من كده وكتير. شوف الموتور بتاع المساحة هينفعك ولا ما ينفعك. خلاص وحضرتك يعني احنا نعمل المشروع ده بنفسنا ولا حضرتك يعني هيجي لنا واحنا نحلله؟ حضرتك سامعني؟ انت هتجيب القديم، انت هتجيب حاجه ايه؟ حضرتك بقطع جدا. فينك كيف؟ معلش ممكن حضرتك تجيب تاني بس انا ما سمعتش للاسف. بقول لك لا انت هتجيب، انت ما عشان كده بقول لك انت هتشوف جزء من اجزاء العربيه، هتدخل على اليوتيوب تشوفه هو بيتحرك، هل ده محقق الريكويرمنت ولا مش محقق الريكويرمنت؟ هي محقق الريكويرمنت. بعد كده هنزل اشتري من اي واحد بيبيع قطع الغيار بتاعه العربيات القديمه، ممكن من السبتيه، ممكن من شارع الجمهوريه، ممكن مش عارف ايه، واخده افكه وارسمه واجمعه زي ما مكتوب في الشيت.
يعني ما ينفعش اعمل موديل صغير كده يعني اعمله بنفسي يعني. لا 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 احنا هنا مش في ماده تصنيع. لا تمام شوف عف قول يا جورج. وبالنسبه للجزء بتاع التصنيع دكتور، واحنا لو احتاجنا مثلا ننزل ورشه مثلا نغير دايمنشن في البورت اللي احنا اشتريناه دوت، او مثلا نعمل فينيشنج لو هو قديم فمصدي او ايا كان، ده ممكن ده مسموح نعمله ولا لا؟ الاولانيه انت فهمت كلامي غلط، الثانيه مسموح، انت مش هتصنع اي حاجه. الجزء الثاني محتاج تروح الورشة عشان خاطر تفك. اه طبعا محتاج تروح الورشة عشان خاطر تستخدم الميجرنج تول. اه طبعا محتاج تروح الورشة لان انت اما جيت فكيته لقيته مشحوط، فانت مش عارف تخرجه، فانت مش عارف تطلع تفصل ده عن ده. اه طبعا تمام، يعني متاح لنا ننزل الورشة نعرف نحقق المطلوبات يعني. مش للتصنيع، للفك، لاستخدام الميجرينج تول، مش للتصنيع. تمام. برضه ما هتخش وتقروا هتلاقي المشروع دوت غير ان ليه درجات ليه بونص. المشروع دوت غير ان ليه درجات ليه بونص، فالبونص بقى انتوا فاهمين يعني ممكن نرفع به اي حاجه. الحكايه مش مستاهل، الحكايه مستاهل الصراحه يعني، وممكن نرفع به اي حاجه. في دقيقتين في اي علامه استفهام على المتر؟ انتوا المفروض وصل لكم او هيوصل لكم فيديو او اونلاين سيشن هتتحدد الأسبوع ده عشان تشوفوا توزيع الدرجات ونفكر مع بعض في حل المسألتين، وهتشوف قدام عينك من غير ما تشوف الاسم اسكان لورقة كويسة واسكان لورقة مش كويسة عشان خاطر تشوفوا الدرجات عشان تتعلم. بحيث فرق ما بين امرين، الامر الاولاني ان انت لم يحالفك الحظ او يا رب يكون حالفك، الامر الاولاني ان انت يعني نقصت ما كنتش متوقع، غلطت وانت ما كنتش متوقع. الامر الثاني ممكن يكون لك حق. الأمر الثاني أنا ليا أخ كان كل ما يخرج من الامتحان يقول لك أنا مقفل، اللي قاعد مقفل دوت قعد 8 سنين في هندسة نفس القسم بتاعي بالمناسبة. أنت ممكن تكون محتاج الأورينتيشن ده. لو أنا فاكر مظبوط، مش فاكر مين اللي هعمله لكم، متهيألي تالي المهندسة فاطمة، تالي لو انا فكر ونزل وبش نزل صح؟ نزل. المهندسة فاطمة نزل على شانل باشمهندس اسلام، وبس باشمهندسة فاطمة هي اللي كانت عاملاها. طب يعني احنا عندنا استعداد نسمع لو انت حاسس ان انت
مظلوم او لو انت محتاج تفهم اكتر احنا عندنا استعداد نفهم، يعني ما عندناش مشكله ان احنا ما نسمعش، لا عايزين عندنا استعداد نسمع. بس في نقطه هنا بقى لازم اقول لك عليها، من المره الجايه في الشرح مش هتلاقي الموضوع ان دكتور وجدي بيجري في حته وانا بجري في حته، لا انت ممكن تحس الاحساس ده من اول تو شابتر. وانا قلت لك عنوان التو شابتر ان انت محتاج تعمل ابديت على المفاهيم بتاع الرسم اللي انت خدتها. من المره الجايه هدخل في حاجه اسمها ديزاين اوف ميكانيكال كونكشن، يعني الخبور ده بيعتبر ميكانيكال كونكشن. طيب هاخده من وجهه نظر الرسم هرسمه، بس انا هاخده برضو من وجهه نظر الحسابات، يعني هعوض في المعادله اللي دكتور وجدي كان مديها لنا بتاعه الدايركت شير وانا بحسب الخبور. عندي كونكشنز كتيره ميكانيكال عايز اغذي دماغك بيها من وجهه نظر الاوبريشن بتاعتها، الفانكشن بتاعتها، الستاندرد بتاعها، التصميم بتاعها. تصميم يعني ايه؟ اللود اللي تقدر تتحمله، ايه الدايمنشن بتاعتها، ستريس اهي، ايه الرسم بتاعها عشان اطلع الديزاين اللي هو السايز رسمه. عشان كده الميكانيكال كونكشن دي هتلاقيني اعتقد رفعتها امبارح، الميكانيكال كونكشن دي انا ممكن اقعد ادب فيها بتاع 3 4 مرات، كونكشن رسمتها ستاندرد بتاعها هنحسبها ازاي وهكذا. فهم مش بيتين مبنيين منفصلين مفيش علاقه ببعض، لا لا لا، من المره اللي جايه هتشوف الرابطه بقى في ربط. الكونكشن ديت دي طريقه رسمتها، الستاندرد بتاعها ده تبعي، تعالى بقى نعوض في القوانين بتاع دكتور وجدي اللي كان بيعوض فيها اللي هي القوانين بتاعه الستريس اناليس. مفهوم يا ولاد؟ مفهوم يا دكتور. الفيتس والتولرانس الله يبارك لكم، تفهموا كويس وتذكروا الحته اللي انا قلتها كويس قبل ما تسمعوا بقيه اللينك عشان الحكايه ما تتوش مننا كده، عشان تبقوا عارفين راسنا برجلنا فيها يعني. تمام. يلا السلام عليكم. وعليكم السلام.